حياكم الله أعزائي المشاهدين، موجز لأهم الأنباء، أهلا وسهلا بكم. أفاد ناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه أن مدينة سرت تشهد أوضاعا مزرية وسيئة للغاية. دراه في تصريح صحفي الأحد قال إن هذه الأوضاع التي تشهدها المدينة جاءت خلافا على خلف أو جاءت على خلفية خلافات بين ميليشيا 128 وميليشيا طارق بن زياد التابعتين لميليشيات مجرم الحرب حفتر. كما أضاف دراه أن ميليشيا طارق بن زياد قفلت جميع مداخل ومخارج المدينة واقتحمت منازل المواطنين فضلا عن اقتحام مسجد القدس بسرت وسرقة مقتنياته. أكدت رابطة مهجري بنغازي يوم الأحد رفضهم التام لأن يكون الممثلون في الحوارات ممن ولغوا في دماء الليبيين وسرقوا أرزاق الشعب وعاثوا في الأرض فسادا. قالت الرابطة في بيان لها إن ما تدعيه الأمم المتحدة من ملاحقة المجرمين واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي نجده مخالفا لما يحدث في هذه الفترة، موضحين أن استبعاد المهجرين من أي حوار هو دليل على أدلجة الحوار وغياب معاييره وغموض أهدافه. أعلن المجلس التسييري لبلدية البيضاء الأحد فرض حظر للتجوال وعطلة رسمية بسبب هطول الأمطار ليومي الأحد والإثنين. ودعا المجلس في بيان له الجهات المختصة بالبيضاء لفرض حظر تجول جزئي داخل البلدية لضمان سلامة المواطنين من الحوادث وتسهيل مهمة شركة المياه والصرف الصحي لتسليك وفك المختنقات بكافة الشوارع بالبلدية. كما ذكرت مصادر صحفية أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خصص لمدينة البيضاء قيمة 10 مليون دينار لمواجهة آثار الفيضانات التي لحقت بالمدينة. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأحد وفاة 9 حالات و1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأوضح المركز في بيانه أن الإصابات توزعت على 30 مدينة ليبية تصدرت فيها العاصمة طرابلس العدد الأكبر من هذه الإصابات ب411 إصابة، تلتها مصراتة ب232 إصابة. بالمقابل سجل المركز شفاء 870 حالة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.